الآن بالنسبة للسؤال الثالث، الساق الزجاجي له معامل انكسار n برايم تساوي 1.65. n برايم يعني معامل انكسار الوسط الثاني، هنا الوسط الثاني هو الساق الزجاجي، هذا n برايم 1.65. يمتلك سطح كروي محدب، يعني هذا هالشكل، نصف قطر تكوره r تساوي 2.5 سنتيم. جد قدرة هذا السطح يعني يريد p مجهولة عند غمر الساق الزجاجي أولا بالهواء، يعني ساق بالهواء، فn وn راح تكون واحد، أو عند غمره بالماء فn واحد، يعني معامل انكسار الوسط الأول راح يكون 1.33، أو عند غمره بالزيت فn للزيت اللي هو السطح الأول معامل انكسار الوسط الأول راح يكون 1.65، أو عند غمره بسائل عضوي n لال راح تكون 1.82. عندي هنا القدرة، راح آخذ قلنا من الصيغة العامة لعلاقة قوس، آخذ هذا الشطر اللي يناسبني n برايم ناقص n على r، لأنه كلها عندي معلومة. n برايم بالنسبة للأولا، نجي أولا، n برايم هو معامل انكسار الوسط الثاني، الوسط الثاني حيكون الساق، ف 1.65 ناقص n الوسط الأول الهواء، طفت الكهرباء، في الوسط الأول الهواء راح يكون عندي n هو واحد على r، على r اللي هو نصف قطر التكور 2.5. فهنا عندي ال r لازم أحولها لوحدات المتر، في 10 للأس سالب أضربها في 10 للأس سالب 2 حتى تتحول، لأن لازم ألقي القدرة بالدايوبتر. فهنا أكمل حل الرياضيات، 1.65 ناقص 1 على 2.5، فيطلع عندي 0.26 في 10 للأس 2 أرفعها للبسط، فحيكون عندي القدرة حتساوي 26 دايوبتر. هاي بالنسبة لي A. بالنسبة لي P، العفو، بالنسبة لي الفرع B، هنا أنا طبعا عندي حالة C بعدين B، ماكو إشكال. الفرع C بالنسبة للزيت، P لأويل، N برايم ناقص N على R. ال N برايم هي معامل انكسار الوسط الثاني الزجاج 1.65 ناقص N، هنا أنا عندي N للزيت اللي هي هذه، راح يكون 1.65، فهنا أنا حيكون عندي صفر، يطلع القدرة صفر، لأنه 1.65 ناقص 1.65 حيكون عندي صفر. فالآن نجي للفرع B، بالنسبة إذا غمر الساق الزجاجي في ماء، فنجي معامل انكسار الوسط الثاني ناقص معامل انكسار الوسط الأول، الوسط الثاني هو الزجاج، الوسط الأول هو الماء، ناقص 1.33 على 2.5 في 10 للأس ناقص 2، قلنا نحولها للمتر لأنه وحدات القدرة لازم تطلع بالدايوبتر. فأطرح 1.65 ناقص 1.33 يطلع عندي 0.32 على 2.5، هنا رفعنا العشرة الأس سالب 2 صار 10 الأس 2، فيطلع عندي التكبير النهائي، العفو، القدرة النهائية هي 12.8 دايوبتر. بالنسبة للسائل فرع D، P للليكويد، N برايم ناقص N على R، 1.65 معامل انكسار الوسط الثاني اللي هو الساق، مغمور هنا عندي بسائل عضوي يعني معامل انكسار الوسط الأول، 1.82 على R، 2.5 في 10 للأس ناقص 2. فأكمل حل الرياضيات، هنا أنتبه للإشارة حتطلع عندي إشارة سالبة، فأكمل حل يطلع عندي سالب 6.8، هاي القدرة إذا انغمر الساق الزجاجي بسائل عضوي. هاي بالنسبة للسؤال الثالث. نجي الآن السؤال الرابع، هنا أشعة ضوئية موازية ومتوازية وموازية للمحور البصري لكرة بلاستيكية، يعني هنا عندي هذه كرة وعندي هنا أشعة موازية للمحور البصري، يعني باتجاه هذا المحور البصري، متوازية يعني مع بعضها متوازية.
قطرها للمحور البصري لكرة بلاستيكية، يعني هذه عندي كرة، قطر الكرة يعني هالشكل. أفرض إنه هذا الدايمتر دي، حسميه للكرة 10، العفو 2 سنتيم، 2 سنتيم. معامل انكسارها، معامل انكسار الكرة يعني ان برايم يساوي 1.4، يعني معامل انكسارها لأنه هي وسط الثاني، فسجلنا ان برايم، ان هي حتكون 1 لمعامل انكسار الوسط الأول. في أي نقطة تتجمع الأشعة بعد انكسارها؟ يعني راح تمر الأشعة خلال الكرة، راح تتكون عندها صورة. هاي الصورة في أي نقطة؟ يعني من يقول الصورة في أي نقطة معناها يريد بعد الصورة عن الكرة أو عن السطح الكروي اللي هو S برايم. الآن يريد إيجاد بعد، يعني هنا أي نقطة تتجمع معناها بعد الصورة عن السطح الكروي بعد أن تمر خلال الكرة. طبعا هذا السؤال فكرته مشابهة للسؤال الثاني، يعني اللي فهم السؤال الثاني حيكون عنده هذا السؤال جدا سهل. فبداية أول شيء أشوف شنو المعلومة عندي. N هي 1، N برايم هي 1.4. نصف قطر التكور أقدر أطلعه من أقسم القطر على 2، فاثنين على 2 حيكون عندي الـ R يساوي 1 سنتيم. وبعد شو عندي بعد؟ يعني لحد الآن ما عندي شيء، فلازم شنو أسوي؟ هسا الصورة لتجي أشعة موازية ومتوازية، يعني بعد الجسم عن السطح الكروي هو S. فهنا راح يكون نفس فكرة السؤال الثاني، هنا راح يكون عندي سطحين، السطح الأول اللي هو هذا محدب، محدب، هذا سطح ثاني اللي هو مقعر. فهسا نجي بالنسبة بعد الجسم عن السطح الأول راح يكون S1، حيكون الجسم أشعة موازية ومتوازية، يعني جاية من الانفينيتي، يعني بعدها عن السطح هو انفينيتي. S1 برايم مجهولة راح أطلعها، يعني هنا أنا راح نرسم، راح نكمل الرسم هنا أنا. يعني كأنه هذه كرة، هنا أنا S1 هي انفينيتي، فحتتكون لها صورة. هذه الصورة تبعد عن السطح، هذا حيكون S1 برايم. فلازم شنو أسوي؟ أطلع S1 برايم. ليش أطلع S1 برايم؟ لأنه الصورة اللي تكونت بالسطح الثاني بالسطح الأول، حسب مثل ما قلنا بالسؤال الثاني، الصورة المتكونة بالسطح الأول، طفت الكهرباء مرة ثانية، الصورة المتكونة بالسطح الأول هي حتعتبر جسم بالنسبة للسطح الثاني. يعني هذا السطح الثاني حيكون هذا الجسم إله، فلازم ألقي بعد الجسم عن السطح الثاني اللي هو حسميه S2، وبعدين ألقي بعد صورة الجسم عن السطح الثاني اللي هي S2 برايم. يعني إحنا هذا هو المطلوب من عندنا S2 برايم. فبداية لازم ألقي S1 برايم. S1 برايم شلون ألقاها؟ من الصيغة العامة لقانون جاوس. شلون؟ هذه الصيغة العامة لقانون جاوس، أخذ الشطر اللي يوالمني N1 على S1 زائد N1 برايم على S1 برايم يساوي N1 برايم ناقص N1 على R1. فأجي حسب المعطيات مالتي، N1 عندي هي 1، S1 قلنا الصورة جاية من الانفينيتي، فعليه أعوض S1 على S1 انفينيتي، زائد N1 برايم هي 1.4، هاي هنا نتكلم بالنسبة للسطح الأول، على S1 برايم هي أني أريتها، تساوي N1 برايم هي عندي 1.4 ناقص
ان واحد اللي هي واحد على ار واحد اللي هي موجب واحد. هنا راح نعوض عن الار بموجب واحد لانه السطح الاول عندي سطح محدب. اكمل حل الرياضيات هنا عندي فيطلع عندي اس واحد هي 3.5. هنا طلع عندي الاس واحد 3.5. الان لازم القي اس 2 يعني بعد صورة الجسم، بعد صورة الجسم عن السطح الثانوي. فشلون القاها؟ نفس السؤال الثاني، هنا عندي قطر، قلنا قطر الدائرة هو 2 دي تساوي 2، فاخذ اطرح هذا اس 2 من اس 2 يعني اطرحها من دي، فتطلع عندي بهاي الحالة حتطلع عندي الاس 2 نفس ما حنشوف هنا. فحتى القى اس 2 انا عندي اس 2 راح اطرح دي، اقول دي ناقص اس 1 برايم، اس 1 برايم اللي هي هذه اللي طلعتها 3.5. ف 2 ناقص 3.5 يطلع عندي اس 2 اللي هي هذه، تطلع عندي عفوا اس 2 اللي هي هذه، طرحت دي، طرحت اس 1 برايم اللي لقيتها بداية من دي، فطلعت عندي اس 2 اللي هي 1.5. الان المطلوب من عندي اجد اس 2 برايم، هذه حصير بعد سهلة عندي من اطبق علاقة الصيغة العامة لقانون جاوس، ان 2 على اس 2 زائد ان 2 برايم على اس 2 برايم تساوي ان 2 برايم ناقص ان 2 على ار 2. هنا عندي الان، هنا حيكون عندي ال N2 هو السطح الزجاجي، يعني ال N2 راح تكون عندي 1.4، N2 prime راح يكون عندي الهواء اللي هو 1، S2 لقيتها 3.5، S2 prime هي المجهولة، فأعوض عن المعطيات اللي عندي N2 هي 1.4، S2 هي سالب 1، هنا العفو S2 سالب 1.5 حسب ما طلعناها هنا، وأعوض عن S2، هنا S2 برايم هي هنا ال S2 اللي لقيناها العفو هنا 1.5 عفوا S2 هنا حسب ما طلعناها من طرحنا دي ناقص S1 برايم، هذه دي ناقص S1 برايم طلعت لي هنا ال S2 عفوا 1.5. هنا أعوض عن ال S2 وأعوض عن N2 برايم اللي هي 1 على S2 برايم مجهولة اللي أنا أريدها تساوي N2 برايم اللي هي 1 ناقص 1.4 اللي هي N2 على R2. هنا أنا أنتبه راح أخلي إشارتها سالبة لأنه السطح مقعر. فهنا أنا أكمل حل رياضيات فتطلع عندي S2 برايم هي 0.4، العفو هي هنا أنا تطلع عندي 7.5، العفو 0.75 0.75. فهنا طلعت عندي الأس